هي من ناحية أي نعم صفحة السفر اتقفلت، لكن ده برضو ما يمنعش إن احنا نعرف من حضرتك رؤيتك كيف رأيت هذه المباراة. طبعا قبل ما نتكلم على السوبر، طبعا بحب اعزي كابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر في وفاه الست الوالده، ربنا يرحمها آمين. ويجعل مثواها الجنه، آمين يا رب. وان شاء الله يكون اخر الاحزان. يا رب يا رب آمين إن يا شاء رب. الله. بالنسبه للسوبر طبعا انا يعني نهواندي بتقول هنقفل الصفحه، انا مش عايزها تتقفل لسبب واحد. يعني اي حد بيكسب ماتش بيقعدوا عليه فتره كبيره ده جدا جدا. مفروض. احنا بناخد بطولات كتير وعاملين انجازات، يعني ما حدش يقدر يوصل لانجازات النادي الاهلي. وعندنا كنترول على الفرحه وعندنا كل حاجه، بس انا شايف ان اي حد تاني بيكسب ماتش ولا ماتشين بيبالغوا في الفرحه وبيكبروا الدنيا. فانا من حق جماهير النادي الاهلي ما تقفلش الصفحه، تفرح وتكون مبسوطه جدا طبعا باداء الفريق، بوجود مدرب على مستوى عالي جدا جدا، ومن اهم المكاسب الحمد لله الفتره اللي فاتت وجود مدرب زي مستر كولر، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا اكيد اضافه لي. من اول يوم راجل ما جه من المطار او ما تعاقد مع النادي، حضرتك تفضلت قبل كده وكريم ان هو وصل على الملعب مختار التتش، فدي بتديكي حق او احساس مؤشر الراجل يعني ده جاي يشتغل. عنده شغل وعنده ميشن معينه وما بيهزرش ولطيف من الدقائق الاولى، وفكره ان هو حتى في الراحه، فترات الراحه اللي بتبقى للفريق، هو بينزل صور على تويتر وغيره يقول لك انا ما برتاحش، الفريق هو اللي بيرتاح. كل دي بتبقى رسائل مطمئنه كابتن صديق. هو مركز والجماهير النادي الاهلي دخلت معاه في المود بتاعه على طول، ما عندوش هزار، تركيز عالي جدا جدا. حتى لما يكون ما فيش حد معاه في المعسكر او لعيبه مش متواجده وهو في بلد تانيه او بيتمرن مثلا في ملعب الاهلي السلام، بيطمن على اللي بيتمرنه في الجزيره، يعني ملم بكل حاجه، ودي برضو هتسبب له نجاحات هتبقى حاجه ايجابيه جدا جدا ليه. الراجل اشتغل مع النادي من اول ما جه بيشتغل بجديه ومركز عالي، تركيز عالي جدا، نقل التركيز ده للعيبه. اللعيبه اي النادي الاهلي على طول اللعيبه بتركز، بس لما بيشوف المدرب صارم وبيركز اللعيبه على طول هتندمج معاه، ويبقى المحصله النهائيه تبقى في حاجات ايجابيه للنادي. بدايه من كتقييم، يعني مش انا اللي بقيم لوحدي، انا بقول وجهه نظري كمشجع للنادي الاهلي. بدايه من مباراه الفريق التونسي اتحاد المونستيري، مباراتين عملهم على اكمل وجه، صحيح صحيح، داخليا وخارجيا، تشكيل، قراءه ملعب، تغييرات المكان، في مكاسب كتير هنتكلم عليها بالنسبه للعيبه كتير. المباراه الوديه، مباراه الاثنين بتوع بطوله الدوري العام، فلما نيجي المحصله تيجي تقيمه، لا نجح طبعا. في بصمه. بس ده برضه ما منعش البعض من الناس انه يقول لك ما معناه ان احنا ما نقدرش نحكم عليه قوي من ماتشين بتوع الاتحاد المنستيري ولا حتى الماتشين بتوع الدوري، وان المحك الرئيسي هيكون لقاء السوبر. وبالمناسبه بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل، هو وكابتن علي معلول، لان عندهم دول برد شديد. حسدناهم والله، والله العظيم. عنده ايه؟ عندهم برد يعني. مستر كولر وعلي معلول. وكابتن علي معلول بنتمنى لهم الشفاء العاجل، يعني العاجل جدا احنا محتاجينه. بس هو برد، دور برد ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيهم. يعني انا بتكلم على التقييم، مش تقييم عام للموسم كله او الفتره اللي هو لسه قضيها، بس في حاجات بتبقى دلائل كده من الاول طبعاً. بتديك احساس ان في مؤشرات نجاح. اول رسائل الطمانه اللي حضرتك شخصيا قريتها كانت ايه؟ اول ما نزل الملعب من اول يوم ما جه فيه، راجل المدرب معاه سي في عالي جدا وفكره عالي جدا وجاي مركز، فالشغل بان من البدايات. في مؤشرات للنجاح، بيجي مدرب تاني ممكن بدايه شغله انت بتبقى متوتره جدا من نتائج، من التدريبات، من المعامله مع اللعيبه، من الجو، يعني الاحساس بيبان. صح. انت نفسيا حتى بترتاحي، انت مثلا بتعملي حلقه وتحس ان انت مرتاحه مع الضيف، في الاخر بتحس ان انت عملت حاجه كويسه. لو مش مظبطه الدنيا معاكي هتقولي ايه الحلقه دي عدت مني، ما كانتش المفروض يحصل كذا او كذا. أيوه. انما الشغل الجماعي، والراجل زي ما قلت لحضرتك عنده فكره عاليه جدا، فانا مؤشرات بتقول ان هو راجل مدرب كويس جدا، وان شاء الله هيبقى عنده نجاحات كبيره مع تيم النادي الاهلي. بس انا قيمته على المباريات لان الكوره نتائج. اكيد. بعد ما عمل الماتشين بتوع افريقيا وعمل ماتشين الدوري، ناس كانت مستعجله تقول لك عايزين سكور، لا هو بيلعب بطريقه لعب
في اكتشف لعيبه يعني اكتشاف جديد لمتولي. طبعا عبد المنعم ماشي كويس لما كان في المنتخب، التوظيف بتاع اللعيبه طاهر محمد طاهر مش ده اللي كان بتاع الفتره اللي فاتت، فتحس ان الراجل عنده حاجه هيطلعها من لعيبه النادي الاهلي بالذات اللي هم عندهم امكانيات. وبعدين ما بيجاملش، ما بيجاملش لان المدرب الاجنبي بيتعامل مع شورت وفانيلا. اللعيب ده بقى لسه جاي النادي بقى له 5 دقائق، اللعيب ده في النادي بقى له 10 سنين، لا ما بيشتغلش كده، بيشتغل الوحدات التدريبيه، الانضباط التكتيكي في الملعب، المرونه التكتيكيه اللي عند اللاعب، هو ده اللي بيخليه يعتمد على اللعيبه.